خربشات. خربشات مع علاء الدين حسو. خربشات. خربشات مع علاء الدين حسو. مدخل جامعة عنتاب مقابل الجامعة في كازية، بعد الكازية بشوي في هنيك ساحة. هالساحة الصغيرة مثل حديقة بتذكرني كتير بالساحة اللي كانت قدام قلعة حلب، مقابل قلعة حلب وقدام جامع السلطانية. والبعرف حلب وجامع السلطانية هذا الجامع اللي بناه الغازي ابن صلاح الدين وكمله ابنه، وكانت بالأساس هي عبارة عن مدرسة تخرج علماء. إن شاء الله نرجع مرة تانية وتكمل مشوارها من جديد. المهم هالساحة بيعين بليلة، قربت عند واحد كان شاب هيك بين عليه انه هو سوري، وعند شافني سوري وحكينا شوي انبسط وصار يحط لي هالأشر لي هالبليل وعبالي بهالكاسة هاي الطاسة الكبيرة، وحط من هالمواد الفية من كتشب لأبانوز ليمون. ايش في حط منه؟ قال هاي دعم لي. وانا عباكل عبسأله شون الشغل؟ كويس الحمد لله تمام. قلت له انت شاب تدرس شي؟ عم طلع فيني هيك وقال لي حط بالخرج. حلقتنا اليوم حط بالخرج. الخرج كلنا بنعرفه، واللي ما بنعرفه بنقول عبارة عن كيس من الخيش له دانتين طرفين بنحط فوق الدابة وغالبا بيكون أحمر، وهذا كان بيستخدمه اللي فلاح ولا اللي بيستخدمه اللي كتاجر اللي حط فيه أغراض. وصار مثل عامي وشعبي ومعروف، هو بدل على شغلتين. الشغلة الأولى بدل على التطنيش، لأنه أحيانا الخرج بتحط فيه شغلات لازمة وما غير لازمة، وبدل على الرفض والاستياء، وهي عند برفض المشتري أو المشتري أو أي إنسان تاني يأخذ من الأغراض من هالتاجر إذا كان أو هالفلاح بقول له حط بالخرج. إذن بنقدر نقول إنه بتعبر عن رأيين، رأي التطنيش خرج طرف تطنيش، وخرج الثاني الطرف الثاني هو الاستهتار. وطبعا في كتير قصص وحكاية انه اصل الحكاية منين اجت، وكلها قريبة من بعضها وبدل على انه رجل صالح كان ماشي بالطريق وقلوا طريقة بجمع الخير والصدقات، باعتبار انه الصدقات بتكون انه لازم ايدك اليمين ما تعرف ايدك الشمال. كان يمر على هالاغنية وعلى دابته او على ومعه الخرج، الناس بدها تصدق تحط له بهالخرج، يقول له نحطه بهالخرج بحيث هو ما يطلع عليه، وعند يكون في محتاج يروح يقرب عليه يقول له خذ من الخرج، ياخذ من الخرج مطول. للي دفع هو بيعرف شد نحط، يعني ما كان يهمه شد دفع وما كان يهمه شد طلع. ما ومننا لهون انه صارت العمل انه تدل على انه الخير، فتحولت مع الايام وصارت حد بالخرج. وانت يا انسان خاصة الشباب، مو كل شيء بنحط بالخرج، وفي شغلات لازم تنحط بالخرج. هلا بزمانه في احد الناس الكبارية قال لي اذا كنت طالع بالباص، يعني وانا كنت بمرحلة الشباب ورايح على الجامعة وطالع بالباص، قال لي اذا واحد دست انت بالغلط على اجره او اذيته وحكى كلمة ما كويسة حط بالخرج، طنش، لأنه هذا شفته أول مرة وتصرف تصرف، إذا بدك ترد عليه بدي يسوي لك إشكال. بس إذا شفت واحد عم بتقصدك وليل نهار، هذا لازم ما تحطه بالخرج وما تطنش عليه، لازم تلاقي حل له. مشان هيك من هالمثل قدرنا نعرف إنه في شغلات لازم تنحط بالخرج
وفي شغلات ما لازم، وهي مين بيحددها؟ أنت ذاتك بتحددها وبتعرفها أكثر من غيرك. الواحد فينا لازم ينتبه، إن كان في عمله، إن كان في دراسته، إن كان في اجتماع، وإن كان في ندوة، وإن كان في سهرة، وإن كان في حديقة، انتبه على كل تصرف وعلى كلمة يحكيها ويفكر فيها، إنه هالتصرف هالفكر اللي عمله، كل هالجهد اللي عمله وبذله لازم ينحط بخرج الحياة وينتسى، ولا لازم ما ينحط ويضل، ولازم يعرف إنه فيش مو كل شيء لازم ينحط بالخرج، لازم في شغلات إنه لازم يكون الإنسان بحياته معنا. قولوا تصرفوا معنا. أحيانا أنك تحط كل شغلة بالخرج تخليك بلا معنى. الشباب والبنات لما يسمعوا الأب أو الأم ما يطنشوا يقولوا حط بالخرج، كمان إنه يرفضوا ويستنكروا يقولوا حط بالخرج، مجاكرة، لا مجاكرة ولا الأسياء ولا الرفض ولا التذمر، لا، لازم يقعد يفكر ويساعد حاله مع أهله، يعني إذا شاف عنده نظرة غير نظرة أهله يقعد مع أهله يفهمون إياها بالحسنة بالترضي، يقعدوا يقول له لا ليش هيك، انا مفكر هالقضيه لازم تكون احسن من هيك. هذاك اليوم ابني صغير قال لي مثلا ليش هي غلط، قلت له هيك، قال لي لا اقعد فهمني. لازم تقعد وتشرح. هلا الشباب والبنات لما بيسمعوا الاب والام والعمي والاكبر منهم حتى الاخ الاكبر منهم لازم يعرفوا انه هالاب هالام هالاسره اللي مسؤول عنك مر بمراحل قريبه من مراحلك وبتجارب اللي راح تمر انت فيها، وبالتالي هو عم يحاول قدر الإمكان وجهة نظره أنه يدلك على الطريقة الأصح. هلأ ممكن تقلي أنه الزمن اختلف والطريق اختلف، وهم بلعب دورك أنك تبلش بدل ما تحط بالخرج الطالع من الخرج، يعني بمعنى آخر لازم تقعد معهم وتقرب لهم الصورة وتشرح لهم وتساعدهم أنه يفهموه. وهي الملاحظة الأخيرة كتير مهمة، إنه مو لازم نحط نحن بالخرج، أحيانا لازم نطالع شغلات كتيرة من الخرج. في كتير شغلات نحن نسيناها وحطيناها بالخرج، هلا هي لازمتنا، لازم نراجع ونطالعها. من المسؤولية، من الأمانة، من الرحمة، من التعاون، من بلدنا، من أنه أنا عم بتعب وبشتغل وبدرس بدي أرجع لبلدي وأبني بلدي. طبعا راح يكون في هناك خير ودي يكون في هناك شر، وفي شيء يعجبني وشيء ما يعجبني. هلا أنا لازم أكون هون قادر أميز وأكون قادر على الإرادة، وشيء الإرادة أنه أخذ القرار وقادر أسوي وأمتلك هالإرادة بحيث الخرج قادر حط فيه الشيء ما منفع الشيء ما لازمني وأطلع منه شيء البلزمني. لازم نفكر من جديد، الواحد يقول لحاله مهما كان ما في حدا كامل، لازم نفكر من جديد، يقول أنا لازم شو عملت، يرجع على الخرج تبعه ويطلع عليه ويبحبش فيه، يلاقي في كتوز كتير شغلات لازمته لازم يرجع لها، وفي كتير شغلات ما بيحطها لازم يحطها. ويعطيكم العافية. كنتم مع علاء الدين حسو في خربشات من إنتاج راديو فجر.